ما زالت المرأة التونسية تلاحق حقوقها في أقصى حدود قوانين العالم. اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية سيداو، وبعد أن لاقت موافقة حكومة الباشي قيد السبسي السابقة، ها هي تلاقي اليوم رفضاً علنياً من التيارات الإسلامية في البلاد، أمر حذر منه حزب نداء تونس أحد أكبر الأحزاب المعارضة. فإذا هو قرار يتماشي مع أهداف الثورة. الآن يوجد نزعة نحو الارتداد والتراجع، هذا لا يمكن أن يقبل. وزارة الشؤون الدينية التونسية تقول أنها لا ترحب بأي بند من الاتفاقية يتعارض مع الدين الإسلامي، بينما تقول الباحث الفيلسوف ألف يوسف أن اتفاقية سيداو تواصل للفكر الإصلاحي التونسي لا يتعارض وشريعة الإسلامية. على الأقل في الورقة اللي باش نقدمها مستنيرة مجتهدة مستندة إلى الفكر الإصلاحي التونسي، إلى الشيخ طاهر بن عاشور وغيره من الباحثين ومن المفسرين. نجم نتبين أن جوهر الاتفاقية هذه ما يتعارضش أبدا مع تعاليم الشريعة إذا كان عرفنا نقراها وعرفنا نتعامل معها. ما زال مفتاح سيداو بيدي حزب حركة النهضة، الحزب الحاكم الصامت المتحفظ عليها، بينما يتزايد إصرار المنظمات النسوية على نيل المعركة كاملة في حقوقها. الحكومة هذه تحب تتراجع، هي تتنسى أنها يلزمها تقوم بإيداع سحب التحفظات إلى الأمم المتحدة، سكرتير جنرال دي ناسيونز يوني. هي مش قاعدة مش نسيتهم، هي رافضة لأنها ما تأمنش بتواصل الدولة وما تأمنش بأن الشعوب يعني عندها زخم وتبني نبنيه مع بعضنا باش نمشيو للديمقراطية. لماذا تتزايد الأصوات المنائية لاتفاقية تعتبر صكا دوليا لأرقى حقوق المرأة في العالم؟ سؤال يشغل بال المرأة التونسية تحت حكم التيارات الإسلامية.